بلاش ان مرتي تخرج مع شي واحد تقد داك الشيء. لا 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 واخا يكون صاحبي ما نخليهاش هكاك. وما انا الاحساس ديالي لا بغات شي حاجه نخرج معاه واخا. وثاني بالنسبه لي الا كان شي صاحبك كتيق فيك وهذه ما ماشي مشكل، ولكن بالنسبه لي انا لا ولا انت خش بصح لا ممكن الثقه. لا لا ما يمكنش علاش تخرج مع صاحبي بصفته شكون المراه كتسمطق المراه راجلها وصاحبي صاحبي انا ماشي واخا واخا المجتمع ما ماشي هو هذاك. لا لا كلشي كنشوف كلشي خاسر. اي والله يديهم اش نقول لهم الله يديهم ثم يشوفوا. انا في نظري المجتمع هو المجتمع اللي كان شحال هادي قديم كان الناس كيحترموا بعضياتهم وكانوا كي لا من طبيعه الحال مرتي ما تخرجش مع صاحبي. علاش تخرج مع صاحبي؟ ما يمكنش. شكرا. لا ما يمكنش ويلي حنا راه المجتمع ديالنا حنا شويه واعر ولكن داك الشيء ما خطاب راه حنا داك الشيء تابعين جدودنا كالاحترام فهمتي. ما جاتش مرا تخرج مع صاحبك فهمني واخا تكون ثقه راه المجتمع عندنا ما كيرحمش. لا ما نقبلش وهذه راه كلها وحياته داك الشيء اللي غنقول لي معاه كلها وحياته اللي بغى يدير شي حاجه راه حياته هذيك. اما بالنسبه لي انا لا ما نقبلش مراتي تخرج مع الصاح حيت ما خصهاش تخرج مع الصاح ما خصهاش تخرج معاه هي خصها تبقى في الدار. المجتمع ديالنا ما يقبلش حتى هو ما غيبغيش مرتو تخرج معاه. انا ما عنديش عاد الا في الرجوله هذه صاحبي انا لا ما يمكنش. اي واحد مغربي وكيفاش نقول لك تيغير كيما وصانا الوالدين ديالنا ولا اي واحد يعني حتى واحد ما يقبل بهذا الشيء. ما يمكنش شي حاجه اللي ديالك ما بغيتش تشارك معك شي واحد. كيفاش نقول لك كاين عامل ديال التربيه تقريبا هذا هو العامل اللي كيبان لي زعما هو اللي حاكم حيت حنا تربينا بحال هكذا. حتى الولد ديالك ما تشوفوش خارج مع صاحبه ولا شي حاجه. هادشي اللي شفناه هادشي اللي تربينا فيه. وكاين عاوتاني على حساب كل واحد والتربيه ديالو. كاين اللي تسولو يقول لك نقبل كاين اللي تجي عادي.